بيان من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها المؤمنون، نظرا لتأخر نزول المطر في بعض الأماكن والشح في الأمطار في بعض الأماكن الأخرى، نظرا لذلك كله، فإن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد يطلب من جميع المسلمين في المديريات وفي المراكز والأرياف وفي القرى وفي الفرقان يتوجهوا إليه بالتوبة والاستكثار من الاستغفار، ويتوجهوا إليه بإقامة صلاة الاستسقاء كما أمرنا بذلك. من أجل أن يقوم الحاج التشادي بأداء مناسك الحج بحسب شروط الكتاب والسنة، فإن لجنة المرشدين والمرشدات لحجاج بيت الله الحرم التي أنشأتها اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة بهدف توعية الحجاج قبل ذهابهم إلى الأراضي المقدسة، فقد أطلقت نشاطاتها رسميا لصالح المواطنين والمواطنات. لذلك فقد حضر جمع من المترشحين والمترشحات فعاليات هذه الجلسة الأولى، والتي سوف تليها جلسات أخرى بهدف تقديم شروحات مفصلة للحجاج حول كيفية أداء هذا الركن الذي يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام. الآن هنا ستأخذون المعلومات وتدرسون تأدية هذه الشعائر نظريا. منكم من هو يعرف هذه الأحكام، ولكن مع ذلك سيجد فائدة، ومنكم من لا يعرف ينبغي عليه أن يلازم مثل هذه الحلقة يوميا. وعندما تكونون في الأراضي المقدسة ففي هذه الحالة الأمر يختلف من هنا، لأن هناك تطبيق. علما بأن هذه الجلسات التوعوية لحجاج بيت الله الحرم التي تقام هنا بجامع الملك فيصل في عنجمينا سوف تستمر حتى أول رحلة إلى الأراضي المقدسة، بل حتى آخر رحلة. فعلى المترشحين والمترشحات الذين يريدون حج هذا العام المجيء إلى هنا بهدف تلقي معلومات إضافية تساعدهم في أداء هذا الركن غداة وصولهم إلى الأراضي المقدسة.